ربيع طاير من الفرح. ربيع ياسين جول. ربيع ياسين برافو ربيع. جول جول جول. الظهير الطائر أفضل من شغل مركز الظهير الأيسر في تاريخ الكرة المصرية لامتلاكه الإمكانيات الفنية العالية والمهارية، إضافة إلى النزعة الهجومية لهذا المركز الذي شغله دون منازع على مر السنين. استطاع من خلالها حصد الألقاب الفردية والجماعية. عرف بحسن خلقه وبشاشة وجهه داخل وخارج الملعب وحبه للنجاح والانضباط لاعبا ومدربا. يمتلك شعبية كبيرة لم تقتصر على جمهور الأهلي فقط، بل تمتد لجماهير الأندية المنافسة أيضا. والحديث هنا عن الشيخ ربيع ياسين. ولد في 7 سبتمبر عام 1960 بمدينة الفشن بمحافظة بني سويف. بدأ مشواره مع الساحرة المستديرة في مركز شباب مدينته، وبعد تألقه انضم إلى القلعة الحمراء عام 1980 ليبدأ مشواره المليء بالنجاحات. هو أحد أبناء الجيل الذي لعب فيه أحد أعظم الأجيال التي مرت على النادي الأهلي في عصره الذهبي. لعب خلالها 300 مباراة رسمية، وحصل خلالها على 7 ألقاب للدوري المصري، و5 ألقاب لكأس مصر، و3 بطولات لكأس الأندية الإفريقية أبطال الكؤوس، ولقبين لدوري أبطال إفريقيا، وبطولة واحدة أفرو آسيوية. حصل على لقب أحسن لاعب في مصر في 3 مناسبات رغم تواجده في الخطوط الخلفية. شارك الكابتن ربيع ياسين في 118 مباراة دولية مع منتخبنا الوطني بدءا من أولمبياد لوس أنجلوس عام 1984، وتوج مع الفراعنة ببطولة كأس الأمم الإفريقية عام 1986، ولقب بطولة الألعاب الإفريقية عام 1987، وشارك في نهائيات كأس العالم عام 1990. استمرت رحلته الناجحة مع القلعة الحمراء 12 عاما حتى قرر الاعتزال وهو في سن 31 من عمره، ليبدأ رحلة جديدة لكن في مجال التدريب، والذي حقق فيها إنجازا كبيرا بقيادة المنتخب الوطني للفوز ببطولة كأس الأمم الإفريقية للشباب تحت سن 21 عاما في الجزائر عام 2013. كما استطاع اكتشاف عدة مواهب مصرية أصبحوا فيما بعد أهم نجوم الدوري المصري. تولى الكابتن ربيع ياسين القيادة الفنية لعدة أندية، منها أندية طنطا وسموحة ونادي دارتس الليبي وفريق أسوان. عكسية وممكن جول، ممكن جول، ممكن جول. ربيع ياسين، ربيع ياسين، ربيع ياسين، ربيع ياسين يحط هدف الاطمئنان. الكابتن ربيع ياسين مسيرة مليئة بالنجاحات والفخر، بل هو البصمة الحمراء التي لا تمحى.